قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال أخبرنا أبو جعفر، قال أخبرنا أبو بيت، قال أخبرنا أبو نعيم، قال أخبرنا سفيان الليل عن أبي كبير الجابر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الإسلام تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. ونشيني أقل أشيب نصير سورا ونشيني هديث الكرشي بعد إنهم فعالوا عنهم والكمل إنهم مستويون وتلقى فلن من سورة مجانبين يعني أصلا الله كيف إلا كان سورة 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 سجدة أشيب حديث عبد مريرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة في فجر يوم الجمعة لله من تنزيل السجدة وعلى أحلامها هديث الغاشية وعن أتى على الإنسان هيل من الدهر. وذي كارنا في كارنا كما كان بتاعة الدكتوري وإيجا سورة سورة الملك. وإن حديث من أن صلى الله عليه وسلم كان ألف لام من تنزيل السجدة دكتوري لسورة الملك تبارك الذي بين الملك. حديث من كاشمة سلسلة الأحاديث الصحيحة قبول يعني غير ذاتي. ونبدا أمين ما شاء الله ما شاء الله. وفوتوكوبي ها؟ فوتوكوبي ميلا وفوتوكوبي. وما تلقى في الجيلة جيكي. جي كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة وكتب ابن السني ابن السني بس بالذاتي. شمال الثاني عمل اليوم والليلة الإمام مسلم بي أبو عيسى الإمام الدارمي إمام أحمد إمام البغوي في تفسيره دقة جلالي كذا أبي الزبيدة كجابر إمام مسلم بي في هذا حديث رواه غير واحد من أن ليس ابن أبي سليم مثل هذا الله بسيطة ما لأتي حديث دينيو ليس بإنجلش ومنذ مسايا أفضل أن لا من جمعان توقفا أول لم يروا لا فات بين كمان الدعاء بلا أن يوقف الخلف آية عشرين دبوكي أول لم يروا أن لا نسوق الماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرفوع تأكل منه أنعام
مرفوعه تزيدي وانفسه بلاك تي وانفسه بلاك وانفسه دسو كنسو دبو بيزنا تي إيرنا بنا سوزيكي تي أما ديكا مزل منيني تيني وانا قسما يفعلو إنا خطا تزيدي بسد أبن تيرسو مما يفتر مانا أبن تيرسو ramadan ci kuma dalle fara gabatar da dabbobi a yanzu da irin wannan Allah bai gumara ku ta ce fa yamul insanu ila ta'al mutum ya duba abincin da yake ci mana anna sababna al-ma'a tadda al-udnu bi kuma sai tanda anan sai awan da ya rabu anna suful ma su amana fa anna فبدل الماء صبا الا يقرر ولا كما قرر لا لا يقرر ثم شققنا الارض شقا فكيف يكفي هذا الفعل المفعول مطلقا حتى فبدل الماء صبا ثم شققنا الارض شقا لئلا يتعدى تتعدوا وقد أنهم كما يقول أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض يزوق فنخرج به زرعا نخرج به تماما نصرة عبد الله تبي أن فضبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ولكن هذا لا يفارق إلا من ينسون باكات وانا أي كدين تماما من هذا كان جاي نوالتي فوكمير وانا نقولي فورسي نوزام نقول بشيكا فورسي من يجيب ينزين ذن إن شاء الله أما دا كان أي كدين قرآن sai ka jafo da suke tilkamo da shi ko za ka yi koro da ɗafe na lashin ƙwararri a haka an bat na fiha habba wa inaban Allah ya fitar da habba ƙwaya ce Allah ya fitar da inabi wa inaban wa ƙadba me ƙadba ciyawa wa zaitunan akwai zaitun zaitun amma Allah ya ce wa tini wa zaitun wa turin tini Allah ne kuma suka ce wa zaitunan wa naqla jabiru wanda duk wanda babu jabiru a cikin gidan shi kuma gurbin shi bai mace wa kadalika wulda an yi wannan kuwa duk ne na manzo Allah kada kare ta sai ne ka tace mutane bai wata bai kulla tamra bi jiya'un ahlu digira da babu jabiru bai wata ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ce na Tukatan akwai dabinan kawai musamman irin tsammani wani dabino ma shi an sa tsammani in ka ci shi kamar nama yake in ka ci shi kamar nama yake masha Allah in ka ci wannan guda goma ka sha ruwa ko ka sha madara halal to wa nakla wa hada'iqa wulda da kuma lambuna masu yawan bishiyoyi wa fakihatan wa abba dan Allah ya fitar da fakiha fruit da kuma abba kayan dabbobi ke abba kaga larabci an ce abba mai kenan abincin dabbobi domin kuma na sa mutum ya ce nan ba a sani sai a dinga cewa to ban san yaya ne aka samu wannan wa fakiha dan wa abba abba idan na ce mata'an lakum wani an abinku duka jin daɗi ne gare ku da dabbobinku su ga ranar an hada mu gaba ne da mu da dabbobi duka muna tarayya cikin abin da Allah ya saukar na ruwa zuwa ƙasa ku zauna cikin ƙur'ani za mu samu kamar ƙila za mu samu sibir za mu samu zaɓar za mu samu kitsa wa kumiha wa adadiha wa farfariha duka wannan suna cikin ƙur'ani akwai kuma sumbula zangarniya matsalar da zai fi kuna ba wani fi sabi lila ka matsali habbatin ambata saba a sanadila fi kulki sumbula fi mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wa ana Allah ya jima da saka inji awalam yaraw anna nasuqul ma'a ila al-ardi yujudu in muka duba ƙur'ani akwai uslubi da ba wannan uslubin Allah yana yawan maimaita shi awalam yarau awalam yarau akwai irin su awalam yarau
akwai awalan yanzuru ko kuma afala yanzuruna kamar da Allah ya fara yanzuruna ila al-ibni Allah nan yana bukatun muduba da ganin shi afala yanzuruna ila al-ibni kai wa kullu me da mara muduba ya Allah ya halki ibn raqi ba wa ila as-sama'i kayfa rufi'at muduba sama ya Allah ya dauka ta ka duba ka gani wa ila al-jibali kayfa nusibat ya Allah ya dasa duwa zuwa kasa sannan wa ila al-ardi kayfa sufiha ya Allah mai kuma da kashin ta kasa Allah ya alankara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi fi alankara kayfa fa'ala rabbuka bi 'ad duka wannan Allah mai kuma da kasa awalan alam taraw kayfa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فلذلك قلنا ان الله كما ذكرنا كان كرم ذو غني ذو التدبر اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين قال الكرام في غبايا اولم ير الانسان كيف تم بغسيوا انا خلقناه الله جل جلاله كما كما هلكي متن daga dugo ruwa ruwa bila tantance amma mutum yana san jinjiri har aka yi shi har yi girma har yi kudi ko ya zama babban malami mota wannan sai ga dare dole yau mota akrama ka Allah ya kika wace mota wai ta zama bude mu a kai da kanka jinja dole na ji ka dai fa idan huwa qasim mubin ne zama mai yawan hukuma kuma mai bayyana muku kuma to kaga nan Allah mai girma da kusa yana kiran mu zuwa gani duba duba kuma wannan ayoyi da ta samu Allah mai jima da kuka yana kira zuwa ga ara'aytum qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana man yujiru al-kafirina min adhabin alim qala qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra qala qul ara'aytum ar-ru'ya an lagani أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ فَقُلْ أَبْنَا فِي كُتَبَ الْقَنِيبَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كَذَا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ لكن الله يقول لنا أنه كان كيف مضوع بالتدبر ديوا ونسير سوى أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرد نوض بمششية ونخرج به زرعا لئلا يفتد الزرع زرع شيمي ابو انت اخي شوكا وناخذ ذاك الشوكا ان اخوي ناس واخوي ناس تاكل منه انعامهم وانفسهم لئلا من جمال وكذا سنة يا انبتا اولا يروا آية سيدة خالد بني افلا يبصرون افلا يبصرون باسا بنين باسا بنين اذا نقول afala yubsirun to dan a wannan ayar ta da su mu duba sosai ne da hikimar saukar da ruwa ne saukar da ruwa daga sama to da daman Allah da kuma da fuska ya abbata saukar da ruwa daga sama to abin da zai biyo a ƙarshe shine me ha in Allah ya abbata saukar da ruwa daga sama to me yake biyo bayan haka ne akwai mai duba aha fitowar tsare ba shi ba ne in bayan tsarar bin fito sun gama komai da komai arziki ba shi ba ne ba shi ba ne aha yau yana ambata tayarwa kiyama a irzalul ma dalilun alal ba'thi dalili ne akan za a tayar da mu kuma ka duba mafi yawancin ayoyin da za ka samu an bata saukar da ruwa da kuma bushewar tsirrai to sai Allah ya fada ne tayarwa ko a kan ayar ka duba sosai ba ka karanta mana har zuwa ƙarshen sura mu shi wai kulula a falafi Yeah.
يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظرهم يوم ينتظرون. يتكاري الله لجمع ربك أجيب أولم يروا أن نصرف الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أم لا يبصرون. الأسئلة والنزلة سوى ويقولون تكفرزنا سوى ويقولون متى هذا الفتح. يشعر نبوني الجزء الفتح هنا يعني يوم القيامة فمن إمام الضوء يجب متى هذا الفتح معنى يوشدن قيامة ذات تاشي وزنة يوم فتح مكة. لا قال ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. إذا أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي فيه حكم بين العباد أجل أتأمب تروات لك أمب تجي قيامة لذلك يقول كتيرك يا رسول الله يوم الفتح يعني يوم القيامة إن يوم الفتح من أسمائه قيامة. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين يجي قول يوم الفتح تبيع مستوارانا فتح رانا قيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ونسك كافرين إيمان سبايا أساني إن دي قيامة تتاشي يجيك نقود يتيه إيماني ونفذي أنفاني شبا لا ينفر الذين كفروا إيمانهم إذا جاءهم العذاب إذا مذابا تذوبات أنفاني كل يتيه إيماني بعض ولا هم يوضرون فنقوبا أبيك فامس جلت فآرض عنهم وانتظر وكقول فرد يا رسول الله وانتظر كثيرا شوي إنا منتظرون إنه منتظرون ثم أبنجرة إثناء جيدة أتابع عنها يقول أين أكا أبت الرواس أكا أبت مين في أكا أبت قيامة فإنشي مثالك دوبا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجة ألا يتوجد روانا بجلده روانا بجلده لنخرج به حبا ونباتا ألا يتوقف الروان يوى عليك تتدني فالرئي لكم أبنى شجوكا وجلات الكافة بألا دمي إن يوم الفضل كان ميقاتا أودتم آية من كان تلعبت وتولى لك فلينظر الإنسان إلى طعامه أن ناس مدد الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا أقوى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ذلتم فإذا جاءت الصاخة أنا أنبت إياك أنا أنبت بصروة وسألنا يا جماعة أقولك يا أنبت إياما ولكني فضي جماعة لا سوك الدروة لما تبت رمنا أسلوب تايروة وما أسلوب إلا أنا قرآن جبلنا ألا أنا أنفاني تكون مساني دروة لما نولا من أشياء فلالي ألا يا جماعة أقولك di tai tem banan lokaci kuma misali a cikin surah Tuhara qala rabbukum ya Musa kirimin firawni ke tarau kamar rabbukum ya Musa to kai Musa da Harun waye ma da su annabi Musa shine mai magana qala rabbuna alladhi a'ta kull shay'in thumma khalaqahu thumma hada malikum rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalaqahu shine ne ba komai har kowane halitta sun ma hada da dai shiryar annabi Musa ke cewa Fir'aun mu shine ba da sun mutu kala tawadan kururi ina to kullu sauke ba so suya qala ilmu ma inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yadhna to dai annabi Musa ke kafa mai dalili da ni alladhi ja'ala lakum al-ardha mahada Allah shine wannan shimfida muku kasashin barkiya wa baraka lakum wa baraka lakum fiha subula sannan kuma ya fitar muku da hanyoyi daban-daban wa anzala minas samaa'i ma'an sannan Allah ya saukar da ruwa daga sama
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. قال لي أبدا تتريد دبان دبان تبنوا ورعوا أنعامه. قال أزل لي ولا إنتكار ساتمين دمي تدبوا من الجي كنوا كتشي ورعوا أنعامه إن في ذلك لآيات لأولها. ولبدا تبين منها خلقناكم وفيها نعيدكم بعد أن أمت من شوكة الله ومنها نخرجكم تارة أخرى. تتقطع لها الجن لأنكما حسن لها من جمون لأنكما تتقسم تارة أخرى لأنكما مستقر ذا مخصوص لأنكما تتجدوا وإذ آية تتقلون أكل هكا الله يجمع ربك أشكر سورة القاش فدوب آية تتقلون جمعين هكا أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج التي والأرض مددناها قطعوا أنشم بلاتا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بديج من كل زوج سنتي سنتي بديج لبلد أرضه والتي أيضا نسبه لي تغطرة تبلغ لكن أولم يروا أنا مليت تغطيرة وذكرى لكل عبد منهم موازين يتوسيق سبا بيهم كوبا وقعنا وجلت ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنقل باسقات لها طلع نظيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. يلا كمي كذلك الخروج سؤالك لما قدرت مولا بتقولهم ولا شيء تقيم يجي ما نتوقع دلوا كما أن نقول في يوم جيكا كما نقول كنورا ما تودي بلاك جاني سنة تمي بقل يجي ما نتوقع دلوا إذا متابع روش بعد أن متابع روش بقل يجي ما شيني دمو قولا كامو تتوقع أقولا بمشا جاني shine lallani rai amma wun jinka da duniya ba ina yana ne daga tawa jinka kuma mutum ya mutu kin an za mu ya gashi sai zai dawo shi ko a sa ta baki ba ta wuri da to babban jinka shine lalle mu duba shine kadalika al-khuruj haka Allah ne jima da kuka da fitar da mutu to haka da cikin wannan ayoyi abin da muka gane a cikin shine babban saukar da ruwa babban dalili ne akan me akan tayar da kiyama to zuwa ƙarshen surar kenan surar me surar sajda ne mun da ga cikin surar kenan da ba ta gane ƙarshen ayat wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum salihin kul yawma al-fathi la yarfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. يوم الفتح تزوران القيامة لا ينفعوا الذين كفروا إيمانهم وانا سكي كافرين قد أزمي إيمان إيمان باية أفانا تزو لأنكم باية مسجم كيرين أدار الله وفاء عليك بعضكم كوة كيفان يا رسول الله وانتظر وكجرى إنهم منتظرون ثم يسنى جرى أدارا انتظر عذابنا فيهم فإنهم منتظرون ذلك مناك جرى عذاب عنا ثم أقول لك جرى تقصورا جبات إنت كما من مجد أكم نجينا أقول أن سورة تتكروا ولا وسيد أقول ما شبا يكون كل كرة سورة كم يتكروا جميع جميع سورة تكي كرم تدوي jami jami take karantarwa wala take kasuran tana karantar da mu abu da yake bi imani da alba'd imani da kaiwa to dan har yanzu a cikin abubuwan da sura take karantar da mu babba shine aqida akwai al-imanu bil kutub in ka dauki arkanul iman kusan za su yi fita a cikin wannan sura an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi to kaga akwai imanu billah innama yu'minu
بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وذكروا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وأقول الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته أقول ملائكة أتمنى الزورة مدفع عن كافرة ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أين وكرتنا المشيما أولم يروا أننا نسوق الماء تكره وأتكره ألا تكره أبات هنيا ملائكة أقوك تنشيني وان shine ni ka yi wannan halittar mutum allazi ahdana kullu shay'in khalaqa wa bada'a khalqa al-insani min tin akwai malaika gurin wa aiki al-malakul muwakkal bin nutfati fi rahmi ide ba aka tuto ne ki ba kuma da akwai malaiku wannan kuma akwai magana aljanna ai aljanna ita ma tana tare da malaikun da suke gani ta musamman ka cikin bayin Allah mai girma da baka wala ta la nafsu ma ufi lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malu wa kuma amman ladina amanu wa amilus salihati falahum jannatun ma'wa ala kai malaikatu din ki gadi duka da kuma awamu sannan wuta ita ma tana nan sannan kuma akwai masu gadin ta wa law shi'na la atina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقد ما لا يكون قدرة في سورة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. هذا رمز أمر كتب تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لأنه كما نفتح الله بهما نفتح ولقد آتينا موسى الكتاب ولا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. مرتب الإيمان بالله مرتب الإيمان بمن؟ بالملائكة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. رسل مثلا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من ذا الله صلى الله عليه وسلم ولقد آتينا موسى الكتاب قد أعطيه المذاكر وكتبه ورسله واليوم الآخر دراء الترشيد ranan da ke sura nan da kanan da yawa kul yatawaffaku malakul mawt alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un akaba kanan shi aya ta goma wa qalu idha balagna fil ardi ayna la fi qalbin jadid bal hum li liqa'i rabbihim kafirun sun kafir ce ma haduwa da Allah mai girma da wanda to kan kina akwai tabbatar da kaiwa to sai kuma me واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إذا لم تكن قدر على قدر كارك أنك بس ورسنا سنجرى الجنة ورسول أمنا ولم يأتي فيها لقدر أولاً يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرس سوف كثر هو نفتد السبيل الدنيا لتبيع لي قدر الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين shi ma halittar mutum yana tafiya da ne yana tafiya da kaddara to kaga duka arkanul iman da ka zo da su a cikin wannan to da kuma abubuwan da sura da take karanta da mu tana karanta da mu al asma wa sifat al asma wa sifat sunayen Allah da sifofin Allah kamar dai ya zama gane wa kanta ke tafsirul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sannan kuma fadin Allah mai girma da baka yake cewa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'udu ilayhi fi yawmin kana yaqdaru an fadala mimma ta'udun dhalika 'alimul ghaibi 'alimul ghaibi shine wa Allah wash-shahadati al-'azizur rahim al-'aziz shine Allah ar-rahim shine Allah yana karanta da wasu sufofi na Allah sunaye da sufofin Allah daga cikin sufofi da suke karanta da mu tana tabbatar mana isbatul ulu Allah yana sama da sama kamar da daga cikin tantar da muke samu ba a makarantun da suke waye da ahlus sunna sai ka samu a cikin bayarwai Allah yana ina
yajirina kulina wasi ya cibu to Allah baya kulina da zati shi yana kulina da me da ilimin shi amma da zati shi ya bege ta kan ayi a ci wannan ayi wannan sura ta kafe da wannan Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin idhumma istawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita sama a arshi ke to da wannan zubi da ban yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi kaga wannan uluwillah sannan thumma ya'udu ilayhi tashin mala'ika daga ƙasa zuwa sama shima na sake nuna masa Allah yana ina yana sama thumma ya'udu ilayhi mala'ika jibril zai tashi zuwa sama bayan ya sauko ya tashi fi yawmin kana nifadahu alf sanati mimma ta'udu mu a cikin yawmin zai kai shekara dubu a lahira ke nan ba duniya ba hanya ba kuma zai kai shekara dubu a lahira to shi kuma kawai a rana ɗaya fit ya je ya dawo amma kai ne zai kai shekara dubu masha Allah to sura tana karantar da mu al-asma wa sifat sannan kuma suran ta ɗauko mana maganar mutuwa rayuwa da mutuwa game da dai suran da Allah kallon suke karanta ta suran da mulk ita ma farko ma abin da Allah ya gaya mana allazi khalaqa al-mauta wal hayata a nan kuma Allah ya fara gaya mana rayuwa ne sai zai gaya mana me mutuwa allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin لِتَأْتِيَ تَكُونُ لِتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مِنْ كِبَرِهِ فَلَا سُورَةٌ كَانَ تَبَّتَّرَ مَكَ لَأَرْجُوُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كُوْمَا وَبَعَ اللَّهِ أي نرى مجاني وزن قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مِنْ كِبَرِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ سُورَةٌ كَانَ تَبَّتَّرَ مَكَ لَأَلْجَنَّةِ لِلَّهِ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى nutulan bi makani amalu to dana kana tabbatar maka da huta wa iyyaka billah wa amma alladhina kafaru wa ma'awahum an-nar to amma ta huta sai kuma kai kafiri sun suran jahannama walau shina la'atina kullu nafsin hudaha walakin haqqa al-qawlu minni la'anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in ba wa na dana kuma yanzu Allah ne bima da huta ya ambata azaba an ambata wuta an ambata jahannama an ambata azaba kullama aradu an yakhruju minha uridu fiha wa qila lahum dhuqu azaba an-nar alladhi kuntum bihi tukadibun wa tadakum hadha wa shimat al-sura akwai al-jaza ambata sakamako shine daman babban abin da nake jira kawai samu sakamako na musamman ta hannun dama kayan shi ke wala ta alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun illa kimi jazaa'an lima kanu ya'malun to akwai aljazaa mai kyau akwai aljazaa dunguna sannan kuma akwai adamu khuruj al-kuffari min an-nar ayat sura tana gaya mana kafai ba ta fada da wuta kullama aradu أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وسلكم أقول سأتم أقول لك كوكا سي بلغ عليه أنا شيخ قوة ذلك ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وسلكم أقول سأتم أقول مجرمين ولو ترى إذ المجرمون ناسكوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا إنا موقنون هذا قلت كما قلت مجرمين وسلكم هجر ذو أو إن الآية أقولي الصبر على طاعة الله تقولي أكم يشيك على الله أي لا لا مشرون الجنان إما قد يكمل شرطورا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَسَنَقُمَا أَقْوِيَ الصَّبُرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا كَذَا جِلَّوْا كَسِنَا 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 تَسُّدُوا سُنَا حَقُولِي أَكَنْ بِهِيَا فَنَقُمَا حَقُولِي أَكَنْ سَلَّ الْجَرِيْكُ يَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِينَ
وتنوم الصورة كيف تلك الدعاء أقول الدعاء كيف تلك من تنوم أقول الدعاء تشيني الدعاء كيف تلك إذا تنوم من تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وكان وانا الدعاء كيف تلك الدعاء أقول لكم الدعاء كيف تشيني أين أتكي جنب الدوله الشرميه تتبع الدوله الشاذي يجب في الدوله الشرميه عالي وانا يومتني اجابان ان لا تنع الدوله ويأتها بسهولوية قال تعالى ما تشرميه ولو ترى إذ المجرمون يقول لي أن الدوله الشرميه خاجوا إلي الكرامي وأدوه أتشير واتشرميه تقول لي أن الدوله الشرميه ولو ترى إذ المجرمون لا كسور قوتهم تلتل قوية كاوكس إن ربهم يقول أدوه الثالث ربنا daga kuma shugaban da babu rubi ne ko ce mun ji mun gani da kake mun gani mun ji rabbana abdarna wa tamina farjina na'mal saliman inna mukinu wa ayi da rubu a don shi ne ke wannan to da haka ku a cikin suran akwai muhimmancin aiki na gani muhimmancin aiki na gani bawar muhimmancin tara kudi bawar muhimmancin ka samu aiki da kirar bombin ba a ka samu kai ka kasance ma'aikaci ne ta hakika wurin Allah wannan ka hayi amma ka dan samu aiki ka kirar bombin kina ma ka da kai ka iya tsiki da gaba kuma suna aje abu tuko ya da abu tuko har so shi ne to ba ku ku ka san har so shi ne ku hada da kurata da suwa ne ku ga musu man wani ne kuke ba da ya fi kuji ba ku je ku danko mana ke kawai to dan akwai muhimmancin aiki na gari a ayoyi kamar haka a wannan ayoyi da muka karanta su ne wuta ko da za ka yi su suna buri ne a dawo da su ba don komai ko samu aiki da federal government ko da UN ko ma a'a kusa ne za ku yi farjina na'mal salihan inna mujrimu فلقوا هجزوا أكثر سورة الله يجمع ربكاته أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى أقول لنا الجنة المأوى لكي إيماني سكي إيكا نبي فلقوا أكثر سورة أقول أبا تبوديا تقيني شكو هذا هو كتاك سامو أصورة المول شلا سنة تبيا كفرة كفرة الله يجمع ربك يسير وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون معنى الله إلى بقاة الوديات تسنقكم أقول نيومي ده الله يجمع ربك يا منع فنسنقوا أقول من كيف تقولوا نيومي ده الله يجمع ربك يا أم بتابنا جمع رسول الله عدد الله سبحانه نعمه على عباده Allah ya karanto mana wani nemomi masu yawa da imani. Wannan ga dalilin ne sura ta cancanci ka dinga karanta ta tare da ni da dabbobi. Ba wuru 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 wuru. Gwal karanta ta gidan nan lokaci ana karatu alaran momi ne masha Allah. Ba yaro zaka ji a ba karatu wuru 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 wuru. Ka bi azwa ka karanta to. To koyi da kana karatu farko bara kare Allahu ala. A shi da kawai da karatu wuru. To dai ga wannan karatun babu manta. To daga cikin nimomi Allah ne jima da kuka ya fara ambata mana halittar dan Adam allazi ahsana kulli shay'in khalaqa. To dan kuma Allah ne jima da kuka ya ambata mana tsiwar halittar dan Adam. Shine dan abin da zaka ci. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجنوب فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أظن تمسك الآن شيء ألا بجمع ربك يا أبا كان تزلمهما أظن شيء لا أظن شيء أولم يروا أنا نسوق الماء هو لكم أظن شيء تزلمهما جنبه تذكرهم هو أن ألا بجمع ربك يا أبا كان من الإيمان gaban da Allah ya ba mu da ala lakum as-sam'a wal absara wal afida
suna daga cikin nimomi da Allah mai nema da suka zama sannan daga cikin abubuwan da Allah ya faɗa cikin wannan ayatul sura akwai sujjada da kuma tasbihi abin da ake a cikin sujjada din Allah mai nema da suka ce faru sujjada wa sabbatu bi yahdi rabbihim wa hum la yastakbirun wani da kuma ke na ke sujjada an karanta sura sai a faɗa ma Allah sujjada shugaban ayar ayoyi 30 ne amma ta kusan kunzo maka duniya da lahira duniya da lahira duka suna ci to babban da lahira an yi kafiri da aljanna an yi kafiri da wuta to sannan kuma ga tayar da mu ba ki tani lalle buran a duka kana ta tsara da tadabburi bi idnillahi ta'ala za ka samu dukkan gudu daga nan kenan insha Allah za mu koma suratul mulk suratul mulk ita ce abokiyar tafiyar wannan sura cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta kuma da shi ma mun gaba wai yace al-jabiri qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yanahu hatta yaqra alif lam mim tanzila sajda wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta da suyu da Sudah kita nak cari ayat tinggi, ayat tinggi. Walau cuma baca sahaja dari mana, asal dari mana dapat, mana cara kita dapat. Sebab ini aku yang dia dapat mungkin. Nasrullah Taala mungkin pada lima ribu orang. Kamu dah cari kita di sini dari cara buat hati di dalam penarai. Kamu sudah surat mulut, sebab akan lebih. يدي الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم. وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم في الكريم. اللهم صل على نفسك كما تقول في الجد العظيم العظيم. ومن طاعتك ما تجنبنا به جل كسر اليقين ما تقول به عليك مصائب الدنيا. ونسينا بأسمائنا وصالح قوتنا مع السلام يا رب واجتبنا وليغفر لنا لهم ظلمنا وصلنا على معاناه ولا تجعل في سبيلنا ولا تجعل الدنيا اكبر فينا ولا تجعل بنا لا تسلم علينا ولا تهنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته